بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. النهارده الجمعه 5/6/2015. لما وزير التعليم يطلع يقول ان 900,000 طالب ابتدائي سقطوا في القراءه والكتابه, دي تبقى كارثه قوميه في الدول المحترمه, بيدخل فيها مسؤولين السجن. ومش لازم يكون الوزير الحالي, لا ده يدخل السجن كل وزير او مسؤول قصر واهمل ودمر في المنظومه التعليميه. لكن تقول لي مين ده في الدول الكبرى؟ في مصر وزير التعليم بيقول لك ادوني 8 شهور. هتعمل فيهم ايه 8 شهور يا سياده الوزير؟ انت بتضحك على مين؟ ولما الوزير يخرج علينا ويقول لك ان مكتبي مخترق, طب نعمل ايه احنا بقى ان شاء الله يا معالي الوزير؟ نروح نحرسه ولا نعمل ايه؟ واذا كنت مش عارف تسيطر على مكتبك اللي فيه كم موظف, تفتكر هتقدر تسيطر على منظومه التعليم في مصر؟ ما افتكرش. لما يتحرش طلبه اعدادي بمدرسه في المدرسه ويحاولوا اغتصابها جوه المدرسه عشان منعتهم من الغش في امتحان الدين, تبقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليه حكومات فاسده ولا بيوت خربانه ولا مدارس مهمله ولا مسؤوليه مين؟ اقول لكم انا, مسؤوليه نظام وحكومه وبيت. وبمناسبه الامتحانات وبما اننا في موسم الامتحانات, احكي لكم عن نوادي الامتحانات في مصر وفي اسكندريه تحديدا. فوجئ الطلبه ان الامتحان المعروض عليهم امتحان الترم الاول, وفي بني سويف ارسلوا اوراق امتحان غلط وحبسوا الطلبه 7 ساعات في اللجنه لغايه ما جابوا لهم امتحان صحيح. امتحانات دي ولا تهريج؟ يا اخوانا يا بتوع التعليم, ما تشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. دي مش محتاجة 8 شهور, دي عايزة 8 سنين يا معالي الوزير. اصلحوا التعليم لو كنتم عايزين تبنوا بلد محترمة بجد. دولة طلبة الابتدائي بيتخرجوا من المدرسة يعرفوا يكتبوا ويقروا, ولا ايه يا معالي الوزير؟ تعالوا بقى نسيب التعليم وهمومه ونروح لواحدة من أروع الفنانات في تاريخ السينما المصرية, فنانة خطيرة بالفعل, عشان نسمعها ونتعلم منها. بعد قليل هكون معانا الفنانة الكبيرة مديحة يسري في واحد من الناس. كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيب وحضرتك بصحة وبسعادة وفي هنا. وانا النهاردة قد ايه فرحان وانا قاعد معاكي, لان انا بجد اطمنت عليكي. وانا سعيده جدا لان رجعتني لايام زمان, ايام الجمال وايام الحب وايام الوفاء وايام العشره الحلوه, كل ده انا دلوقتي عايشه فيه. هي فرصه عايزه اطمن على صحتك وعايزك تطمني الناس كلهم على صحتك. الحمد لله انت طالعه زي القمر ومنوره, وانا اول ما جيت قلت لحضرتك انا اطمنت عليكي. طمني الناس عليك, اخبارك ايه واخبار صحتك ايه؟ انا اولا احب اقول لك قدام المجموعة حتى بتاعة البيت عندي ان انا بقالي حوالي 8 شهور ما نزلتش الصالون من غرفة النوم, ونزلتها عشان خاطر عيونك. ربنا يخليك. الحقيقة لما بقعد وانا جاي عمال اعمل فلاش باك واشوف حجم وكم الافلام العظيمة اللي قدمتيها, اللي هي من لما صنفوا اهم 100 فيلم منهم 60 فيلم لحضرتك, اي حاجه. شوفي المجد العظيم والتاريخ الجميل. كنت محظوظه في البدايه لما اشتغلتي مع استاذ محمد عبد الوهاب, الاستاذ محمد فوزي. مين من الشخصيات دي اثرت في حياتك؟ انا ما حدش ياثر عليا يا استاذ عمرو, انا اثر على الغير. لا ما انا عارف, مش هاثر عليك انا. لا اثرتي قوي. نفسي اعرف الشخصيه العظيمه اللي قاعده قدامي دي كونت ازاي. يعني واضح ان حياتك في بدايتها حضرتك الوالد والوالده, واضح ان هم حطوا اسس قويه جدا عشان تطلع الشخصيه العظيمه دي في الاخر. انا عايز بس انقل للناس عشان ياخدوا خبره, يعرفوا يعملوا ايه. شوف يا استاذ عمرو, الشخصيه بتتولد في الواحد. يعني الإنسان البخيل بيفضل بخيل على طول, والإنسان اللي عنده كرم أخلاق وكرم في الفلوس وكرم للفقير بيفضل كريم بالشكل ده. أنا لقيت نفسي كده, فيعني كونت نفسي بنفسي,
وكل ما بيزيد ده فيا بزداد اكتر. يعني كرامتي فوق كل حاجة، كرامتي انا فوق كل حاجة. ولذلك كنت اقعد جنب كامل الشناوي وجنب مصطفى امين وعلي امين وعبد الوهاب، ويعني كل المجاميع دي، واتكلم زيهم تمام وارد عليهم بشعري بكلام باي حاجة. عندي ثقة في نفسي وبقويها، وبعدين هي بتقوى من جوه، لان انا اتولدت كده. والله يا استاذ عمر انا اتولدت كده، زي مثلا قاعدة في فيلتي في الهرم وعلى اتنين اربع نواصي فدانين اتأممت واتباعت بخمسة وعشرين الف لوزير مالية سعودي متزوج من مصرية. وخرجت منها من غير ولا حاجة. ففي بنك القاهرة كان في الله يرحمه عبد الحميد سراج الدين وشخص تاني فلسطيني، قالوا لي فلان هيجي عندنا يتعشى النهاردة اللي هو اشترى الفيلا، فمن فضلك تروحي تشوفي الفيلا فيها ايه تاخديه واحنا تحت امرك وتيجي تتعشي معنا. قلت لهم لا انا مش هتعشى معاه، انما هروح الفيلا. رحت الفيلا ما لقيتش فيها حاجة خالص، ولا فرو ولا قميص ولا روب ولا اي حاجة ابدا، غير صورتي اللي رسمها لي صلاح طاهر دي لقيتها موجودة مركون على الشمانية. فبالليل بيقولوا لي ما جتيش ليه ونقيتي ايه من الفيلا تحت امرك، الفيلا كلها الامير بيقول. قلت لهم مش عايزة غير الصورة اللي رسمها لي صلاح طاهر، هي دي اللي انا عايزاها مش عايزة اكتر. فرد علي الامير قال لي لا والله وراس عبد العزيز لازم تقولي عايزه ايه، نشتري لك ايه، نجيب لك ايه. قلت له حضرتك عم طابع قران الصفحه الاولى فيه بميه الذهب، التعويض الوحيد اللي اخده من حضرتك هو المصحف اللي مكتوب اول صفحه فيه بميه الذهب. فتاني يوم كان عندي المصحف في البيت، وده الحاجة الوحيدة اللي خدتها. والصدمة خلتني أقول إيه، طب أنا عندي صيغة هبيع الصيغة كلها وعندي مكتب كبير، ثم أقلبه إلى بيت. وبحت صيغتي، وبعدين السفارات كلها بتعزمني في كل مسابقتها. فكان في مناسبة في سفارة الكويت، ربنا يمسيه بالخير سعدون الجاسم، وكان صديق هو وزوجته، وزوجته مصرية، فعزمتهم في البيت الصغير اللي هو المكتب عندي. فقال لي أختي مديحة أنتوا عندكم كمان تعملي اسطوانات، وعملتي اسطوانات لفايزة والكذا والكذا والكذا، فليه ما بتقدميش لإزاحة الكويت أعمال فنية أنت بتعمليها؟ قلت له والله وانا في اشد الحاجه. قلت له يا فندم انا تحت امركم، قل لي ايه اللي مطلوب لاذاعه الكويت وانا تحت امركم. فبعد ما سافر بعت لي عقد قال لي مطلوب برامج المراه وبرامج للطفل وعقد ب10,000 دينار. ودي كانت بداية مديحة يسري بعد التأمين، من غير عربية ومن غير، كنت بركب تاكسي وقعدت في يعني إلى آخره، وبقوة. ورحت هناك وخدت شقة وعملت نصها مكتب ومن عملت نصها الثاني سكن، وابتدى من هنا رأس مالي الجديد من عملي في الكويت. وكل المنطقة العربية عرفت ان انا بعمل هذه البرامج، ابتدت تطلب مني، فابتديت
أسيب الكويت وأروح هنا وأروح هنا وأروح هنا كل الدول العربية. فعندي قوة إرادة وعندي إيمان بالله وثقة، واللي مكتوب على الإنسان لازم الواحد يشوفه، ولازم يقول الحمد لله، لأن في أسوأ لو اصطلحتم على الغيب لاخترتم الواقع. فأنا بإيماني وبثقتي في نفسي الحمد لله عايشة لغاية دلوقتي. كنت قوية حضرتك، لكن الأستاذ محمد فوزي ما استحملش اللي حصل. جاله سرطان 4 سنين، لأن عملوه مستشار فني للمصنع اللي احنا برضو عملناه عشان نوفر عملة صعبة دولار لمصر، والفنانين يطبعوا في هذا المصنع اتأمم. فعملوه لمدة شهر مستشار فني، فراح آخر مرة لقى واحد قاعد على المكتب ضابط، قال لي يا أستاذ فوزي احنا استغنينا عن خدماتك. قال له متشكر. راح البيت رقد 4 سنوات لحد ما ربنا افتكر. الظلم وحش. الظلم وحش طبعا طبعا. انت مريتي معاه في الفترة دي بأصعب اللحظات في حياتك. طبعا طبعا. يعني محمد فوزي مديحة يسري أسماء ملء السمع والبصر في لحظة من اللحظات لما يشعروا ان هم بيؤمموا وبيتاخد فلوسهم، والشركة العظيمة اللي بتنتج أعظم اسطوانات اللي هي النهارده صوت القاهرة، صوت القاهرة تتاخد من محمد فوزي ويمرض محمد فوزي، قلت ايه ساعتها؟ يعني هو أجمل حاجة ان مدير صوت القاهرة السابق كتب يافطة كبيرة قوي، هذا المبنى هو كان ملك محمد الفنان محمد فوزي لتوفير عملة صعبة لمصر. يوم ده يتأمم ويجيله سرطان. ليه؟ ليه؟ احنا فنانين وما عملناش حاجة. يعني يأمموا اللي عندهم كذا ألف فدان معلش وندي اللي محتاجين، انما يأمموا حاجه لصالح البلد، مصنع لصالح البلد. كان الفنانين بيروحوا يسجلوا الاغاني بتاعتهم الاسطوانات في لندن وفي اليونان. فاحنا قلنا نوفر العمده الصعبه ونخليها لبلدنا. والله بقيت اروح وفوزي بيجيب المكنات من بره والمعدات كلها، بقيت اروح في وسط العمال وانا لابسه البوت واقفه في وسطيهم وهم بيبنوا هذا المصنع. والحمد لله راضيه والحمد لله وربنا كبير. لما الدوله كرمتك وعينت حضرتك عضوه في مجلس الشورى، هل ده كان نوع من محاوله اعاده الحق او اعاده الشيء اللي اخدوه منك لما قمموكي في الستينات، كرموكي؟ ده كان تكريم لحضرتك؟ لا، انا حسيت ان التكريم انهم حاسين ان انا انسانه كويسه، انسانه مثقفه، انسانه محبه للصغير وللكبير وللفقير. وانا بربي بنت على فكره في جمعيه ابنتي، متبنيه بنت. يعني عندها قد ايه دلوقتي؟ عندها 15 سنة ما شاء الله. فأنا بطبيعتي كده، يعني أنا بطبيعتي بحب الحاجة الكويسة، ما أحبش الغلط، ولو حد غلط أقول معلش، يمكن كان في حاجة مضايقاها أو حاجة جرحاها فعشان كده قالت كده. يعني دايما أدي تبرير للخطأ، ودي حاجة حلوة قوي، دي بتتكتب لي عند ربنا حاجة حلوة. بس من يملك العفو يملك المقدرة، ده معناها انك انت قادرة على انك تتسامحي مع الناس حتى لو اخطأوا في حقك. الحمد لله. حتى اللي يخطئ. الحمد لله. ما بتزعليش. واحدة خانتني مع فوزي وعارفة ومتأكدة، ورحت وهي يعني هي اللي قالت تقريبا بطريقة ما يعني، وشفتها في سفارة روسيا بعد كم يوم، أهلا يا حبيبتي أنا مش عارفة مستهوى كأني لم يكن
عشان اقول لها ان انا اكبر منك واحسن منك ومتربيه اكتر منك والى اخره. دي طبيعتي. بس دي قدره مش موجوده عند اي حد. اه الحمد لله، وانا بحمد ربنا عليها. بحمد ربنا عليها. اتحبيتي كتير قوي يا ماما حضرتك، يعني في السينما بيقولوا دايما الادباء والشعراء، اسمع ما عنديش معلومه، اديب كبير جدا عمل روايه حبا في مديحة يسري سمراء النيل، وشاعر كبير كتب قصيده ويقولوا في يعني في المجالس دي مكتوبه حبا في مدام مديحة يسري، كنت ملهمه للشعراء والمبدعين، ايه السر؟ ما اعرفش. هو اكيد تعرفي الحاجات دي. انا عندي مغناطيس. يعني عارف حضرتك طريقه الكلام، طريقه المقابله، طريقه المعامله دي بتجذبهم، يشوفوا حد تاني، واحده تانيه متكبره مش عارفه ايه، يعني غرور مش غرور بتاع، فهم بيشوفوا فيا حاجات كويسه فبيحبوا يقولوها، كتر خيرهم. مين اكتر حد انت حبيتيه بقى في حياتك؟ احمد سالم. احمد سالم ليه؟ لان الوحيد اللي ما خانيش. انا كل زكاتي او طلاقاتي كان عن خيانه زوجيه، وده الحاجه الوحيده اللي ما قبلهاش. معقول حد متجوز مديحه يسري بيخونها؟ اه ممكن تكون واحده متضايقه مني وغيرانه مني وتكرهني، تعمل ده مخصوص عشان تفرق بيني، ممكن، وده حصل يعني. بس احمد سالم ما خانكيش. احمد ولا برمش عينه، يعني رمش عينه ده ما خانيش. معروف انه كان بيحب اسمهان قبل كده. اه قبل كده. قبل كده كان متجوزها. كان متجوزها. وبعدين حتى الاخر دي الله يرحمه وهو متوفى قبل ما يعني قبل الوفاه، فعبد الله الكاتب في المستشفى ما كانش بينده لبنته او لاي حد من اخواته، كانوا واخدين اوض جنبنا في عبد الله الكاتب، مستشفى عبد الله الكاتب. مديحة ادخل له واقعد على حرف السرير، يقول لي فين مديحة؟ انا عايز مديحة. يعني كان شيء غريب الشكل، يعني غريب الشكل، ايدي دي ما كانتش تبقى على رجله، واحنا في العربيه يروح مفرمل جامد، يقول لي ايه يا مديحه في ايه؟ اقول له في ايه؟ يقول لي زعلانه مني النهارده، اقول له ليه يا احمد؟ يقول لي ايدك مش على ركبتي ليه؟ يعني كان انسان تعليم انجلترا وكامبريدج واول طيار جه من لندن لهنا سايق طيارته، يعني تربية حاجة تانية خالص، تربية بتفرق قوي. ومين أكتر حد بقى هو حبك؟ أكتر حد هو حبني أظن أحمد سالم، أو محمد فوزي، كلهم حبوني، ده الناس غربة حبوني. احنا كلنا بنحبك. مش اسواجي. الغريب يا استاذ عمرو ان مفيش مطرب ما اشتغلتش معاه وما غناش ليا لغايه ابراهيم حموده. عبد الغني السيد. يعني استاذ عبد الوهاب غنى لي حضرتك بلاش تبوسني في عينيا. فريد الاطرش ثلاث افلام. يا ملك القلب بايدك. ده عيد الدنيا يوم عيدك. ده من اجمل الحاجات الحقيقه. يعني حكايه ده اغاني الاستاذ محمد قنديل لحضرتك؟ يعني عايز اقول اغاني محمد قنديل كلها متالفه لي انا، شخص ما كان بيحبني، يعني ناس كتير عارفه الحكايه دي. بس انا مش عايز اقول اسمه. يعني هو كان بيحب حضرتك قوي فيقول للاستاذ قنديل يغني لك الكلمات دي. كلمات عبد المنعم السبعي. عبد المنعم السبعي، كل الاغاني دي معموله ليا. فكان مره عيد ميلاد ايش الله يرحمه بنت عبد الوهاب، فعبد الوهاب قال لي تعالي، قلت له ايه في ايه؟ قال لي لما يجي عبد المنعم النهارده سلمي عليه وحش. قلت له ليه؟ قال لي بعدين اقول لك، بس اعملي اللي انا بقول لك عليه. قلت له طب حاضر. فسلمت عليه وحش، وبعدين بعد شوية
قال لي انا قلت لك كده لان في اغنيه كتب لي المقطع بتاعها انا والعذاب وهو. الله. جه عبد الوهاب قال لي يا شيخه ربنا يخليك لينا. قلت له ليه؟ قال لي الغنوه خلصت وجات لي. عبد المنعم كتبها خلاص. ده لولا انت ما سلمتيش عليه كويس ما كانتش الاغنيه خلصت. لكن اللي كان بقى بيبعت الرسائل دي والمحب الولهان اللي مش قادر يعبر فبيخلي يعني الاغاني هي اللي تبقى الرساله والمرسال لحضرتك. يعني كنت ساعتها انت حضرتك متجوزه استاذ محمد فوزي؟ ده اولا كان صديق محمد فوزي. اه. ومره جه الساعه 2 بالليل وكانت حالته النفسيه وحشه جدا، فقام فوزي فتح الشقه قبل ما نروح الفيلا وجاء قال لي، قلت له مين اللي جاي الساعه 2 بالليل؟ قال لي يا ستي واحد من اللي معجبين بيكي. فجاي يقول لي والله يا فوزي عمال بيعيط ويقول له مديحة دي زي أختي وأنا بحبها واعتبرني جواب زي الجوابات اللي بتجي لها كل يوم. الشاعر في حياتك بيمثل إيه؟ يعني كتير ما يعرفوش إن حضرتك شاعرة جميلة جدا وعندك يعني... أنا أحب الشعر أوي. طب ما نسمع حاجة بقى. نسمع حاجة بقى. ألاقي من عذابك ما ألاقي، وحبك في حنايا القلب باقي، وتصرف في السدود وفي التجني، وأصرف في التياعي واشتياقي، ولو يدري فؤادك ما أعاني وما ألقاه من ألم الفراق، لما معنت في هذا التجافي وما أذللت من دمع المراقي، ولكني كتمتك هول ما بي وما زال التجلد من خلاقي. ما فكرتيش القصائد الجميلة دي تحطيها في ديوان شعري ينزل باسم حضرتك؟ والله فكرت الحقيقة وبفكر، يعني حب الشعر قوي 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 قوي، حب المجاملات الحلوة وحب المناسبات الحلوة وحب عامل الناس كويس وحب يعني طبيعتي أنا كده. والله 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 عمري ما زعلت من حد، وعمري ما كرهت حد، وعمري ما غيرت من حد أبدا. أنا عارف إن حضرتك كنت أكتر صديقة قريبة لست أم كلثوم. آه. إيه حكي لنا عن هذه العلاقة اللي لا. يمكن ناس كتير ما تعرفش عنها. ده حقيقي. هي كانت تحبيني أوي أوي. يعني أنا لا أنسى مرة عيد ميلادي قاعدين كنا على كنبة كده وحطت إيدها ورا ظهري وقعدت تغني لي لغاية 6 الصبح مع المجموعة اللي موجودة. ودايما كانت تضرب بيا المثل. وبعدين مرة قالت لي يا بت أنت بتعملي لبسك ده منين؟ فساتينك دي بتعمليها منين؟ قلت لها في واحدة تليانية خياطة ممتازة شارع قصر النيل هي اللي بتعمل لي كل لبسي. قلت خديني له. قلت لها علي. فجابت كذا قماش ورحنا، وهي كان ليها صديقة دائمة معاها، ورحنا للخياطة. وكل يمكن حضرتك لو تلاحظ اللبس اللي فيه ورد والكم القصير شوية والحاجات دي كل دي الخياطة التليانية اللي عملت. قالت لي ايوه كده قلبي اغير شويه. وكانت تقول لي كل اسرارها، كل اسرارها العاطفيه كمان كانت تقولها لي. وحضرتك كنت تقوليها برضه اكيد اسرارك العاطفيه. انا ما اتكلمش عن حاجه خالص 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 خالص. طب انا انسانه يقول لي انت مستمعه. انت انسانه بتسمعي بس حتى الاستماع اطمئنان. يعني ان الانسان يفضفض مع حد معناه انه مرتاح له ويطمن له. معنى ان الست ام كلثوم كانت بتفضفض لك يا مدام مديحه معناها قد ايه كنت انت بالنسبه لها انسانه مريحه جدا. اه جدا جدا. وكنت اروح لها في الفيلا كتير جدا جدا. وكانت تندهلي تقول لي تعالي انا النهارده ما عنديش حاجه. فنقعد ندردش. كانت تاخد رايك في الاغاني اللي بتغنيها؟
لا تسمعك قبلها؟ لا كبرياءها ما تسألش حد. أم كلثوم تسألني أنا؟ لا، عندها كبرياء كان كبير جدا جدا. بس أنا مرة نصحتها وقلت لها أنا زعلت منك لما تزوجت من ملحن. قلت لها مش أم كلثوم، مش أم كلثوم. وعيطت في التليفون وقفلت التليفون. مش عدم احترام لهذا الملحن، لا، لقيمة أم كلثوم دوليا. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني منها في حياتي كلها. قالت لك ايه؟ لما اتجوزت اتطلقوا بعد اسبوع. اتطلقوا بعد اسبوع لان كان راي ناس كتير مش رايي انا بس. استاذ عبد الوهاب، بقى ذكرياتك معاه ايه الغير معلنه؟ انا عارف ان كان قريب جدا. انا عبد الوهاب ده اسراره كلها في جيبي. وهو عارف اللي في الجيب ده ما يطلعش في الجيب التاني. يعني وكان يعني الحمد لله الناس عندها كان ثقه فيا، يقولوا لي كل حاجه وعارفين ان اللي بيتقال ده لا يمكن حد تاني هيسمعه. احنا كنا زمان استاذ عمرو كل اسبوع، كل يوم خميس، يا اما لو في معظمهم عندهم شغل يبقى يوم الجمعه، يا عند عبد الوهاب، يا عند فريد، يا عند عبد الحليم، يا عندنا انا وفوزي. يعني لازم نجتمع على الاقل 10 15 مجموعه في بيت حد مننا كل اسبوع. وكل واحد يقول انت هتعمل ايه كوميدي، انت هتعمل ايه دراما، اقول لهم لا انا هعمل رومانسي. يعني نقعد كمان نتكلم في شغلي، في شغلنا، ونتكلم في السينما، ونتكلم في الوجاه الجديده. يعني كنا بنحب بعض قوي قوي قوي. يعني اتصور لما محمد فوزي وعبد الحليم وفريد الاطرش يبقوا قاعدين جنب بعض عمالين بيتكلموا، يعني كان في وفاء وكان في حب، وكان وكل ده كان حب في مصر، حب في الفن، الفن المصري اللي غزا العالم كله. كلمني يوسف السباعي قال لي الريس جاي كمان النهارده في السينما فتعالي عشان يشوفوا فين راح. دخل عبد الحليم ماما مديحه وجاي يحضني، قال له لا الكلام ده كان في الفيلم بس مش كده. معرفش ازاي بيقبلوا يعملوا الحاجه دي عشان فلوس. اهم محنه على الاطلاق في تقديري انا، ويمكن بيعتبر الابتلاء الكبير، لما تفقدي ابنك وبنتك. بشوف حاجات بتتحقق، يقول لي دي رسائل من ربنا، وتشوفي صوره ابنك وحادثه، وبعد يومين تشوفيه في نفس العمود وحادثه، انا لا اشكو، فدم عروقي كبرياء. واخيرا، انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بس خلاص، يا ريت نكون فهمنا. تصبحوا على ألف خير.